إذاعة سلطنة عمان تقدم. لقد كانت نزوى معقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. تطواف أسبوعي في ربوع مدينة التاريخ والعلم والتراث وأهم الفعاليات والمناشط الثقافية التي ستشهدها في احتفائية عاصمة الثقافة الإسلامية 2015. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. شهبة تنادت بالظفر، عرخت زماما طايعا. والكهوف مدت يدي راضيات وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعود مستبشرات. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، يأخذنا في ربوعها خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد، سليمان بن علي المعمري، ونائلة بن ناصر البلوشية في التقديم. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، وفقرات متجددة تجوب مدينة التاريخ والعلم والتراث فكرا وتاريخا وحضارة. في حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على فترة مهمة من فترة إذاعة سلطنة عمان تقدم. لقد كانت نزوة معقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. تطواف أسبوعي في ربوع مدينة التاريخ والعلم والتراث وأهم الفعاليات والمناشط الثقافية التي ستشهدها في احتفائية عاصمة الثقافة الإسلامية 2015. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية. شهبة تنادت بالظفر، عرخت زماما طايعا. ياه واب كل الرواسي والكهوف مدت يدي راضيات وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعود مستبشرات. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، يأخذنا في ربوعها خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد، سليمان بن علي المعمري، ونائلة بن ناصر البلوشية في التقديم. نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا
بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية وفقرات متجددة تجوب مدينة التاريخ والعلم والتراث فكرا وتاريخا وحضارة. في حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على فترة مهمة من فترات التاريخ العماني، ألا وهي فترة حكم النباهنة، وسنبحث في الأحداث التي شهدتها نزوى خلال هذه الفترة. فأهلا وسهلا بكم. كنت بالأمس عماني وأنا اليوم عماني وغدا أبقى عماني ومدى الدهر عماني. أنا مهما عشت بالعلياء نادي، أنا مهما غبت لن أنسى بلادي، أنا مهما عشت بالعلياء نادي، أنا مهما غبت لن أنسى بلادي، وترعرعت وفيا أفتديها بفؤادي، وترعرعت وفيا أفتديها بفؤادي. فعمان هي أسمى ما عرفنا من مبادي، فعمان هي أسمى ما عرفنا من مبادي. بالأمس عماني وأنا اليوم عماني وغدا أبقى عماني ومدى الدهر عماني. كنت بالأمس عماني وأنا اليوم عماني وغدا أبقى عماني ومدى الدهر عماني. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. في عام 549 هجرية الموافق لعام 1154 ميلادية قام حكم بني نبهان في عمان واستمر 5 قرون تخللتها غزوات وحروب واجهت بني نبهان من الداخل والخارج، من صراعات بين أنفسهم من جهة وبينهم وبين القبائل الأخرى من جهة أخرى. والنباهنة من أصول عربية، حيث ينتسبون إلى قبيلة العتيك الأزدية العمانية العريقة، وقد وصفهم ابن رزيق بأنهم ملوك عظام، وكان من أشهر ملوكهم جودا وكرما الفلاح بن محسن، كما أشاد ابن بطوطة أثناء زيارته لعمان بتواضع الحكام النباهنة، حيث أتيح له أن يلتقي بالملك النبهاني أبي محمد نبهان بن كهلان في عاصمته نزوى، ووصف عمان وحاكمها وصفا طيبا، ومما قاله: ومن عاداته أن يجلس خارج باب داره، ولا حاجب له ولا وزير، ولا يمنع أحدا من الدخول إليه من غريب أو غيره، ويكرم الضيف على عادة العرب، ويعين له الضيافة، ويعطيه على قدره، وله أخلاق حسنة. وفي عام 647 هجرية الموافق لعام 1276 ميلادية، وخلال حكم عمر بن نبهان أغار الفرس على عمان، وزحف الغزاة إلى نزوى، واستولوا عليها ونهبوا منازلها وسوقها، وأحرقوا المكتبات، وأخرجوا أهل عقر نزوى من منازلهم، وحلوا محلهم. ثم توجهوا إلى بهلة العاصمة الثانية للنباهنة وحاصروها، إلا أنها استعصت عليهم، وخلال فترة الحصار قتل قائد جيش الغزاة، وكان لقتله أكبر الأثر على معنويات جنده الذين قرروا الانسحاب من عمان نهائياً بعد أن مكثوا فيها 4 أشهر عاثوا خلالها فسادا وقتلا.
وللتعرف على مجريات هذه الأحداث وأحداث أخرى شهدتها عمان عموماً ومدينة نزوى خصوصاً في فترة حكم بني نبهان لعمان، يسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم الباحث في التاريخ العماني الأستاذ محمد بن حمد الشعيلي الأكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة، والذي صدر له حديثاً عن دار الفرقد كتاب التاريخ العماني قراءات وتحليلات، وذلك بعد إصداره الأول التنافس البريطاني الفرنسي في عمان، والذي صدر عام 2014 عن دار الفرقد أيضا ضمن مشروع النادي الثقافي لدعم الكتاب الوطني. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد في نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية. يا أهلا وسهلا فيكم، وأرحب بجميع المستمعين وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن الأوضاع التي تتعلق بنزوى في عهد دولة بني نبهان. مرحبا بك أستاذ محمد. دعنا نبدأ بلمحة سريعة عن دولة النباهنة، مولدها وظروف تأسيسها ووضع عمان في تلك الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما أتطرق إلى النقطة الخاصة بدولة بني نبهان، أبدأ من الأوضاع المتعلقة بعمان في الوقت الحالي. من المعروف على أن الدولة التي تحكم عمان حاليا هي دولة البوسعيد، بدأ حكمها منذ عهد الإمام أحمد بن سعيد عام 1744، ولا زالت تحكم عمان لحد الآن بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس أطال الله في عمره. يعني عمره الزمني يفوق 257 سنة، والجميع يعرف ما هي الإنجازات أو الأشياء التي تحققت لعمان في عهد هذه الدولة ابتداء منذ عهد مؤسسها لغاية الوقت الحاضر. الدولة التي كانت تحكم عمان قبل دولة البوسعيد هي دولة اليعاربة، حكمت منذ عهد الإمام ناصر بن مرشد عام 1624 ولغاية عام 1743، أي أن عمرها الزمني في حدود 120 سنة. خلال هذه 120 سنة تعتبر دولة اليعاربة من الدول التي خلدت ليس في التاريخ العماني فحسب، إنما في تاريخ الخليج وتاريخ العرب بصفة عامة، بحكم أنها الدولة التي نجحت في طرد البرتغاليين من عمان وسواحل الخليج وسواحل شرق أفريقيا بالإضافة إلى السواحل الغربية للهند. جميل. لكن الدولة التي سبقت حكم دولة اليعاربة هي دولة النباهنة، حكمت عمان فترة لا تقل عن 500 سنة أو خمسة قرون. النقطة اللي أريد أوصلها من خلال هذه المقدمة، على الرغم أن دولة النباهنة تعتبر من أكثر الدول من حيث عدد السنوات في حكم عمان، إلا أنها تعتبر من أقل الدول شهرة مقارنة بدولة اليعاربة ودولة البوسعيد، وهذا يأتي نتيجة بعض الظروف التي سنتطرق إليها لاحقا. فيما يتعلق بنشأة هذه الدولة، طبعا هناك اختلاف وإن كان بسيط في تحديد الدقيق للفترة الزمنية متى بدأ حكم بني نبهان، لكن الاتفاق أو الإجماع على أن حكمهم استمر مثل ما ذكرت في البداية 500 قرون أو 500 سنة، وامتد حكمهم على فترتين. الفترة الأولى اللي عرفت بفترة النباهن الأوائل استمرت في حدود 400 عام، والفترة الثانية كانت في حدود 100 عام. طبعا الفترة الأولى وإن كان عدد سنواتها أكثر، إلا أن أحداثها ربما تقل خطورة عن أحداث الفترة الثانية لسبب واحد، على أن في الفترة الثانية شهدت عمان وصول الغزو البرتغالي إلى سواحلها، وطبعا اللي كان من أكثر الأخطار التي تعرضت لها عمان. هناك اختلاف حول ظهور دولة بني نبهان، البعض يظنها أنها قامت في القرن الخامس الهجري، والبعض يقول على أنها قامت في القرن السادس الهجري، لكن الاعتقاد السائد بأن بداية استقلالهم بحكم عمان يعود إلى عام 1183 ميلادي، أي نهاية القرن السادس الهجري تقريبا. نعم، هذا الاختلاف على بداية الدولة النبهانية يدل على أن المؤرخين أهملوا كثيرا هذه الدولة، إذا كان حتى ما متفقين متى ظهرت بالضبط. برأيك يعني لماذا سكت الكثير من المؤرخين عن هذه الفترة؟ طبعا مثل ما ذكرت في البداية، على أنه رغم دولة بني نبهان تعتبر من أكثر الدول التي حكمت عمان عبر تاريخها الطويل، يعني أقصد من حيث الفترة الزمنية، إلا أنها تعتبر أقل شهرة مقارنة بدولة اليعاربة ودولة البوسعيد. لماذا؟ هذا يعود إلى التدهور الكثير من الأوضاع التي سادت عمان في عهد دولة بني نبهان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، كذلك حالات الصراع والانقسامات التي شهدتها عمان في عهد هذه الدولة والتي تنوعت على عدة جهات.
سواء الخلاف بين بني نبهان بعضهم البعض أو بينهم بين القبائل العمانية أو فيما يتعلق بوجود البرتغاليين وكذلك الغزوات الخارجية. كل هذه الأشياء أدت إلى تدهور الأوضاع في عمان ووجود حالة من الانقسام وكذلك الصراع المرير على السلطة. كل هذه الأشياء أدت إلى حجام الكثير من المؤرخين عن تناول هذه الدولة نتيجة ما اعتراها من أشياء سلبية تتعلق بتاريخ عمان. لأن مثل ما ذكرت مقارنة بدولة اليعاربة، دولة اليعاربة خلدت ليست في تاريخ عمان فحسب، إنما في تاريخ العرب، في تاريخ الخليج، لأن الجميع يعرف أن هذه الدولة هي التي طردت البرتغاليين ليس من عمان فقط، إنما عن طريق يعني في البحار والمحيطات، سواء في شرق أفريقيا أو السواحل الغربية للهند أو سواحل الخليج بقسميه العربي والفارسي. بالعودة إلى المؤرخين أستاذ محمد، نجد أن بعض المؤرخين وصفوها بأن ملوكها ملوك عظام مثل ابن رزيق، آخرين وصفوهم بأنهم جبابرة وطغاة. الباحث في التاريخ كيف يتعامل مع هذا التذبذب في النظرة إلى هذه الدولة؟ طبعا لا يجب التسليم المطلق لهذا الحكم، لأنه بالرغم من وصف الكثير من المؤرخين لحكام النباهنة بالجبروت بالفعل، غير أنه لا يجب أن نأخذ هذا الحكم بأنه من المسلمات أو الأشياء الثابتة التي لا نقاش فيها، لأنه مثل ما هناك المفسد والمسيء كان أيضا هناك المصلح والمصيب، وهذا ما ينطبق أيضا على ملوك بني نبهان. عهد أو تاريخ دولة بني نبهان لم يكن كله حافل بالأشياء السلبية، بالعكس كانت هناك الكثير من الأمور الإيجابية. مثل إيش؟ سواء فيما يتعلق بالحركة العلمية في عمان وازدهارها في فترات زمنية. أيضا النقطة الجديرة بالاهتمام هو ما يتعلق بارتباط بني نبهان ودورهم في نشر الإسلام وكذلك الثقافة والحضارة في شرق أفريقيا من خلال تطوير مملكة بتة، والتي سنتطرق إليه بالتأكيد. نزوة، طبعا نزوة مدينة عمانية عريقة وكانت عاصمة عمان في فترة من الفترات، كيف كان وضعها السياسي في عهد بني نبهان؟ في عهد بني نبهان كانت هناك عدة مدن تعتبر مدن رئيسية في عمان، تأتي نزوة في مقدمة هذه المدن حيث كانت عاصمة لعمان في عهد دولة بني نبهان واستمرت كذلك حتى نهاية عهدهم، لكنه أيضا كانت هناك عدة مدن أخرى اتخذت عاصمة لعمان أو تحديدا لدولة بني نبهان مثل بهلة، وكذلك لا ننسى بأنه في فترة من الفترات اتخذت مدينة مقنيات اللي هي حاليا تحتضنها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة كعاصمة أيضا لعمان في عهد دولة بني نبهان. طيب ما الظروف اللي تدفعهم أو التي دفعتهم لتبديل العواصم من مكان لآخر؟ الصراعات، سواء بين بني نبهان بعضهم البعض من حيث الصراع على الحكم، حيث كان هناك العديد من الأشياء التي تتعلق بهذا الجانب والتي تؤدي أحيانا إلى خروج الحاكم من نزوة إلى بهلة أو بالعكس، كذلك الصراعات بينهم بين القبائل العمانية، لأن بعض القبائل شكلت نوع من المعارضة أو تعتبر من الحركات المناوئة لبني نبهان، لدرجة أنها بعض هذه القبائل اجتاحت عاصمة بني نبهان اللي هي نزوة، مما اضطرهم إلى الخروج إلى بهلة. بخلاف الأوضاع هذه اللي تتعلق بالشان الداخلي، تعرضت عمان في عهد بني نبهان إلى العديد من الأخطار الخارجية، لعل أبرزها ما جاء من قبل الفرس. وعندما جاء الفرس إلى عمان، إذا دخلوا نزوة اضطر بني نبهان إلى الخروج إلى بهلة وهكذا. نعم، بما أننا ذكرنا تبديل العواصم بين نزوة وبهلة، هذا يقودنا طبعا إلى قضية انتقال الملك النبهاني سليمان بن مظفر من نزوة إلى بهلة عام 893 هجرية. دعني أسألك عن الأسباب التي دعته إلى ذلك. طبعا الحديث حول هذه النقطة يطول بنوع من التفصيل، لأنه في عهد السلطان سليمان غزا ملك هرمز اللي هو فخر الدين تورانشاه الثاني مدينة نزوة عاصمة بني نبهان، وتمكن توران من هزيمة الملك النبهاني سليمان ودخول عاصمته نزوة، مما أجبر واضطر على أثره الملك النبهاني سليمان إلى الخروج إلى المدينة الرئيسية الثانية اللي هي بهلة. وحتى من بهلة هو خرج إلى الإحساء، وهناك عاد تنظيم صفوفه من جديد،
ثم عاد مرة أخرى وتمكن من طرد الفرس من بهلة وكذلك استعادة نزوة. طبعا هذا الأمر ترتب عليه الكثير من الأحداث التي تتعلق بالشأن الداخلي في عمان في تلك الفترة، لأن السلطان سليمان تراجع من نزوة بعد الهزيمة إلى بهلة، وهناك بدأ بمناوشات عسكرية بينه وبين بعض القبائل، حيث تدخلت قوة من الجبور لصالح الإمام عمر بن الخطاب، فتم طرد السلطان أو الملك النبهاني سليمان إلى جزيرة قشم. لكنه مثل ما ذكرت بعد ذلك تمكن هذا الملك من إعادة تنظيم صفوفه من جديد، وعاد إلى عمان وتمكن من استعادة الملك وكذلك طرد الفرس من عمان والسيطرة على الأوضاع وكذلك على القبائل المعارضة له. نعم. هذا الملك هو والد الشاعر المعروف سليمان بن سليمان. الذي صار ملكا أيضا. وهو اللي راح يخرج إلى شرق أفريقيا. جميل. مسألة الصراعات أيضا والتنافس على السلطة بين القبائل العمانية، كتب التاريخ تقول بأن فترة النباهنة هي أكثر الفترات صراعا وتنافس على السلطة، ما أسباب هذا القول أستاذ محمد؟ طبعا مثل ما ذكرت هذه الأشياء أيضا في البداية، على أنه عهد بني نبهان شهد تدهور في جميع المجالات خاصة الوضع السياسي، مما أدى إلى انعكاسه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عمان، وأوجد حالة من الانقسام والصراع المرير بين بني نبهان وبين الكثير من الجهات. ولخصت هذه الصراعات في ثلاثة أمور، يعني الصراع بين بني نبهان بعضهم البعض، أيضا صراعهم مع القبائل العمانية، ولعل من أشهر هذه القبائل التي خرجت على بني نبهان قبيلة آل الريس وقبيلة الجهاضمة، بالإضافة إلى الصراع مع الأئمة الإمامة الإباضية اللي استمر في حدود 250 سنة، لدرجة على أنه أدى إلى عدم وجود حكومة مركزية قادرة على السيطرة على الوضع في عمان آنذاك بصفة عامة وعلى نزوة تحديدا. نعم. بما أنك ذكرت الصراع مع أئمة الإمامة الأباضية، دعني أسألك عن أسباب هذا الصراع بين ملوك النباهنة والأئمة الأباضية. طبعا دارت مجرياته في مدينة نزوة، ولماذا تم إعادة إحياء الإمامة من جديد في عهد بني نبهان؟ هو يعني من الأشياء الثابتة واللي تتعلق بتاريخ عمان في عهد دولة بني نبهان، على أنه تم أو نجح علماء الإباضية في إعادة إحياء الإمامة التي كانت تعتبر الإمامة الخامسة، والتي تم ذلك في عام 1406 ولغاية عام 1557 للميلاد. هناك سببين يمكن القول فيما يتعلق بإعادة إحياء الإمامة الخامسة. السبب الأول هو سبب عام والمرتبط بتدهور الأوضاع في عمان نتيجة ممارسات حكم بني نبهان، والتي أدت إلى حدوث الانقسامات والصراعات بين أفراد المجتمع العماني. والسبب الثاني اللي هو اللي دعا العلماء بإعادة إحياء الإمامة هو صغر سن السلطان مظفر بن سليمان بن مظفر الثاني، والذي مات عنه أبوه وهو ابن 14 سنة، وطبعا هذا العمر صغير مقارنة بإمكانية وقدرة حاكم على تولي الأمور. ولكن العلماء لم تكن لديهم القدرة على إزاحته، فحاولت التعايش مع سلطة بني نبهان خلال الفترة الأولى اللي كان مركزها الرستاق، ولكن هذه الإمامة لم تكن متواصلة أيضا، كان بالإمكان تقسيمها إلى ثلاث فترات، لكنه بالإجمال هي استمرت في حدود 250 سنة. النقطة المرتبطة أيضا بهذا الموضوع مثل ما ذكرت، على أن السلطان مظفر بن سليمان تولى العرش أو الحكم في عمان وهو لم يتجاوز 14 سنة، ولكن حين بلغ الحلم والرشد مارس إدارة شؤون الدولة. لكن بعض العلماء حاول استغلال صغر سن هذا السلطان وقاموا بإعادة إحياء الإمامة عام 1406 للميلاد. من هؤلاء العلماء؟ طبعا هو العلماء الإباضية بشكل عام، يعني جملة من العلماء الذين قاموا بهذا الإجراء، لأنه تعرف الأشياء المتعلقة بالإمامة على أنه عدم الاستفراد بالحكم أو بالرأي وكذلك عملية الشورى والأمور المرتبطة بها.
نعم. سنتابع حوارنا معك الأستاذ محمد بن حمد الشعيري، الباحث في التاريخ العماني والأكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة، حول فترة حكم بني نبهان، لكن بعد هذا الفاصل. نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل حوارنا مع الباحث محمد بن حمد الشعيري، الأستاذ بالجامعة العربية المفتوحة، وحديثنا عن فترة حكم بني نبهان. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. يا هلا وسهلا فيك أستاذ سليمان والأستاذ نايلة. الله يسلمك أستاذ محمد. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن التنافس على السلطة والصراع القبلي بين القبائل العمانية وبني نبهان. نتحدث بالتحديد الآن عن قبيلة الريايسة وقبيلة الحدان، وعن غزو هاتين القبيلتين لمدينة نزوة، وما أحدثوا من خراب وحرق للسوق ومخازن المسجد الجامع والمكتبات. يعني من الأشياء اللي شكلت مظاهر التدهور خاصة في الناحية السياسية في عمان في عهد دولة بني نبهان، هو ما حدث من صراعات بينهم وبين بعض القبائل العمانية، ولعل من أشهر القبائل التي خرجت على سلطة بني نبهان هي قبيلة آل الريس، والذين تمكنوا من دخول نزوة عاصمة بني نبهان، وهذا حدث في عام 1277 عندما غزت هذه القبيلة بمساعدة قبيلة الحدان مدينة نزوة. أتت من الباطنة هذه القبيلة؟ من الباطنة، كان عددهم في حدود 7000 رجل، ونجحوا في الاستيلاء على عقر نزوة، وكان يحكم عمان في تلك الفترة اللي هو الملك النبهاني كهلان بن عمر بن نبهان. طبعا الملك النبهاني كان لديه علم مسبق بمسيرة القبيلة ورغبتها في اجتياح نزوة عندما خرجت من الباطنة، وكان ذلك عن طريق وادي الجزي، وتجهز بهدف التصدي لهم واستقبالهم، وأيضا بمحاولة منعهم من دخول نزوة عن طريق بهلاء. لكن العيون والجواسيس لهذه القبيلة يعني ورد إليهم العلم باستعدادات الملك النبهاني بمحاولة التصدي لهم وبأنه متواجد في بهلة، لذلك غيروا الطريق وتجنبوا دخول بهلة واتجهوا مباشرة إلى نزوة، وكانت نزوة في تلك الفترة خالية من المقاتلين بحكم على أن الملك النبهاني جمعهم بهدف التصدي للقبيلة عند بهلة. وشكلت طبعا هذه فرصة بالنسبة لهم وتمكنوا من دخول نزوة. طبعا قاموا بالكثير من الأشياء المتعلقة بحرق الأسواق ونهبها وبعض المساجد، وكذلك إحراق بعض الكتب، لغاية ما نجح السلطان أو الملك النبهاني في الخروج من بهلة مسرعا ودخول نزوة وطردهم منها. نعم. طيب ما الغرض من الهجوم على نزوة؟ يعني ما سبب الصراع مع السلطان
أو الملك النبهاني؟ طبعا مثل ما ذكرت في البداية، هي واحد من النتائج التي كانت مترتبة على تدهور الأوضاع وحالة الانقسامات والصراعات المريرة بين بني نبهان وبين كثير من القبائل العمانية. كم المدة بين احتلال هذه القبيلة للمدينة وبين استعادة الملك النبهاني لها؟ هو الثابت يعني في حسب الروايات وفي التاريخ العماني على أنه استمر احتلالهم للنزوة في حدود يوم واحد، لكن أنا شخصيا أعتقد بأنه يوم واحد فترة زمنية قصيرة ولا تكفي للحارق وكل هذه الأشياء التي ولمجيء أيضا الجيش من بهلا. أيوة، لهذه الأسباب يعني اللي أود ذكرها، لأنه نحن نتكلم عن يعني الزمن يعود إلى مئات السنين، وبالتالي الظروف كانت في تلك الفترة مختلفة عما هي عليه الآن. وإذا كان الملك النبهاني كهلان بن عمر متواجد في بهلة بهدف على أنه يتصدى لقبيلة آل الريس هناك، بالتالي من الصعوبة العودة بهذه السرعة إلى نزوة وإعادة تنظيم صفوفه من جديد وطردهم خلال يوم واحد. لذلك بعض الأشياء اللي هي المتعلقة بالتاريخ حتى إن وردت، لكنه لا يمنع من التوقف عندها لمحاولة تفسيرها. نعم، إذن هذا ما يخص الاحتلال الداخلي. ماذا عن الاحتلال الخارجي؟ ذكرنا في مقدمة هذه الفقرة أن هناك غزوا آخر كان لمدينة نزوة في عهد النباهنة، وهو غزو الفرس لعمان ووصولهم إلى مدينة نزوة. أتمنى أيضا أن تتناول هذه الحادثة بشيء من التفصيل. طبعا مثل ما ذكرت، شهدت دولة بني نبهان الكثير من الصراعات، سواء على صعيد الجبهة الداخلية من خلال الاختلاف أو الصراع مع القبائل، لكن كانت هناك أيضا أخطار خارجية بالغة في الخطورة تعرضت لها عمان في عهد بني نبهان، وكان مصدر غالبية هذه الغزوات من بلاد فارس. وفي الحقيقة على أنه هذه الغزوات يمكن إجمالها في حدود 3 غزوات. الغزو الأول كان في عام 1261 للميلاد، وكان يحكم عمان في تلك الفترة الملك النبهاني أبي المعالي كهلان بن نبهان، عندما غزت جيوش فارس بقيادة محمود بن أحمد الكوشي اللي هو كان يحكمه رمز، وتمكن من الاستيلاء على ميناء قلهات. وبعد ذلك طبعا خرج إلى ظفار، وهناك قام من الأعمال الوحشية الشيء الكثير، مثل القتل والنهب والسلب والتدمير. لكن طبعا هذا الغزو الأول انتهى بخروج اللي هو ملك الغزاة محمود بن أحمد الكوشي من ظفار وضياعه في الصحراء، مما أدى إلى وفاته، وبالتالي انتهى هذا الغزو. الغزو الثاني جاء تقريبا بعد 14 سنة من الغزو الأول، وتحديدا عام 1276 للميلاد، وأيضا كان مصدره من بلاد فارس وتحديدا من شيراز، عندما غزا عمان في تلك الفترة ملوك شيراز اللي هم فخر الدين أحمد بن الداية وأيضا أخوه الشهاب الدين، وكانوا على رأس حملة عسكرية تقريبا العدد ما كان يقل عن 4500 فارس. أول ما نزلوا هؤلاء نزلوا بمدينة صحار. الملك النبهاني كان في تلك الفترة عمر بن نبهان حاول التصدي لهم تحديدا في منطقة حي عاصم بمنطقة الباطنة حاليا، لكنه لم يفلح في ذلك، واستشهد من جيشه في حدود 300 شخص. سار هؤلاء الغزاة إلى العاصمة نزوة، وطبعا وجدوا مقاومة، غير أن هذه المقاومة كانت ضعيفة، فمما أدى إلى الاستيلاء والسيطرة على نزوة في 15 تحديدا من شهر ذي القعدة اللي كان يوافق 2 مايو عام 1276. وأيضا هناك قاموا من الأعمال الوحشية مثل ما تم ارتكابه في الغزو الأول، مثل نهب المنازل، الأسواق، التدمير، إحراق الكتب، القتل، ونجحوا أيضا في إخراج عقر نزوة من منازلهم والسيطرة عليها. بعد أن نجحوا في السيطرة على نزوة، خرجوا متوجهين إلى بهلة المدينة الرئيسية الثانية بالنسبة لبني نبهان، لكن هنا تغير الوضع، يعني لم يتمكنوا من دخول بهلة وقاموا بمحاصرتها في حدود 4 أشهر. وأثناء الحصار يقال على أن هناك سهم أصاب قائد الفرس اللي هو فخر الدين أحمد بن الداية، فأصابه في مقتل،
وطبعا من المعروف على أنه لما يموت أو يتوفى قائد الجيش تنهار المعنويات بالنسبة لأفراد الجيش، وهذا ما حصل، مما أدى إلى انسحاب الفرس من عمان بعد هذا الغزو. الغزو الثالث جاء في عام 1462 عندما أغار الفرس على عمان ونجحوا من طرد الملك النبهاني سليمان بن مظفر سواء من نزوة أو من بهلة، مما اضطروا إلى الخروج إلى منطقة الإحساء تحديدا، وهناك عاد تنظيم صفوفي من جديد، ومن ثم رجع إلى عمان ونجح في طرد الفرس والسيطرة على عمان. نعم. جميل. وماذا أيضا عن الصراعات بين بني نبهان أنفسهم وتنافسهم هم كعائلة على السلطة؟ أيضا ذكرت على أنه من أوجه الصراعات اللي حدثت في عهد بني نبهان هو الصراع بين بني نبهان بعضهم البعض سواء كعائلة أو قبيلة، ولعل من أشهر الصراعات التي حدثت بين بني نبهان بعضهم البعض هو ما حدث بين الشقيقين أو الأخوين سليمان بن سليمان وأخي حسام بن سليمان اللي هما أولاد الملك سليمان بن مظفر. الملخص الأحداث على أنه بعد وفاة السلطان مظفر بن سليمان عام 874 للهجرة دخلت عمان في حرب أهلية بسبب الصراع الذي حدث بين سليمان وحسام حول السلطة، والذي على أثره خاض سليمان بن سليمان معارك كثيرة لمواجهة مطامع أخي حسام وقتل أخاه. بالطبع، يعني من ضمن هذه المعارك اللي حدثت بين الأخوين معركة الحبيل ومعركة ظفير والعقير وإزكي وغيرها من هذه المعارك، يعني الحرب بينهم استمرت فترة وانتهت بقيام سليمان بقتل أخيه حسام بن سليمان. ومثل ما ذكرت هذا الصراع يشكل واحدة من أبرز الصراعات الداخلية بين بني نبهان بعضهم البعض. جميل. بما أنك ذكرت الملك سليمان بن سليمان النبهاني وهو أيضا يعني شاعر من كبار شعراء عمان، من الجميل أن نذهب في استراحة نستمع فيها إلى واحدة من قصائد هذا الشاعر بصوت الشيخ ناصر بن محمد الزيدي الذي استضفناه في حلقة سابقة من هذا البرنامج. أما لمحت البارق العلوي نآيا مانيا فشمألي، حتى إذا أضاح ينسوي سقت تلاع المعطشات ريا وأخصب الأجزار والفلي، ثم استمر رعده وبرقه فانهل وشكا وبله وودقه واتج سيلا غربه وشرقه، ثم استنار باسما مبعقه رد البصير أكمها عميا، ثم اسبكر هاطلا فجادا وطبق الأصلاد والوهادا وامتاح في خطرته انقيادا وألبس الروض له أبرادا وحاك زهرا بالربا موشيا، يخفق بين أبيض وأحمر وأزرق متسق وأصفر ويانع في أسود من أخضر، يروق عين الناظر المغرر مستأنفا في حسنه بهيا، ثم امتنى مصوحا قد هاجا منزعجا عن حاله انزعاجا ونش ما كان به مجاجا وهز عن قطافه مراجا وقد يكون يانعا جنيا، فهكذا كل نعيم زائلي وهكذا كل سرور حائلي، واعتبر الباقين بالأوائلي إن كنت في الأمة عين العاقلي، فاتبع الدين المحمديا ولا تزغ عن منهج الرسول محمد المخصوص بالتفضيل، ولا تطع أمنية التضليل فلم تفز في الخلد بالمقيل حتى توالي المصطفى النبي، يا غافلا عما به يراد إذا حوى كل الورى المعاد، أين ثمود ذهبت وعاد
إهن وأين ربها شداد لم يبق منهم دهرهم بقيا أين ذو الأجناد والجحافل أين أولي الدولات والمعاقل والعدد الأكثر والصواهل وأين من يخطب في المحافل إن كنت عن أهل الجدال عيا أين ذو التخوت والتيجان وأين أهل العز من قحطاني وأين أملاك بني غسان ألوت بهم نوائب الزمان فأسلكتهم مسلكا وبيا كانت هذه قصيدة الشاعر السلطان سليمان بن سليمان النبهاني وهي القصيدة المعروفة بالتوبة وقد استمعنا إليها بصوت الشيخ ناصر بن محمد الزيدي. ونواصل حوارنا مع الباحث في التاريخ العماني الأستاذ محمد بن حمد الشعيلي الأكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة وحديثنا عن فترة حكم بني نبهان. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. شكرا أستاذ سليمان. قبل الاستراحة كنا نتحدث عن صراعات ونزاعات بين بني نبهان، لعني أسألك الآن عن قضية تغريق أموال بني نبهان في نزوة سنة 1482 كما يذكر بعض المؤرخين. طبعا للحديث حول هذا الموضوع لابد أن نتطرق إلى واحد من أهم الأحداث في تاريخ دولة بني نبهان، اللي هي معركة الجناه اللي حدثت عام 1481 بين السلطان أو الملك سليمان بن سليمان بن مظفر وبين الإمام عمر بن الخطاب واحد من أئمة الإباضية في تلك الفترة. خروسي هي معركة مشهورة. أيوة. وقعت بوادي واحد من الأودية الخاصة بوادي بني رواحة وهزم فيها الإمام ونجح السلطان سليمان من استعادة الحكم مرة أخرى في نزوة، لكن هذا لم يستمر طويلا حيث استمر لفترة قصيرة عندما تمكن الإمام عمر بن الخطاب من جمع أنصاري وتوجه إلى نزوة وتمكن هناك من دخول الحصن عام 1482 وطرد السلطان سليمان بن سليمان. حينئذ قرر الإمام عمر بن الخطاب مصادرة أموال بني نبهان لأنه حسب رأيه رأى بأن هذه الأموال يعني جمعت بطريقة غير مشروعة ونهبت من الفقراء وتم اغتصابها من أهل عمان، لذلك رأى وهو مجموعة من العلماء في تلك الفترة إعادتها لأهلها، وتم هذا الإجراء عن طريق القاضي الأول بالنسبة للإمام عمر بن الخطاب اللي هو الشيخ محمد بن سليمان البهلوي الذي شكل محكمة للنظر في هذه الأموال والممتلكات، وفي النهاية يعني تم مصادرة الأموال الخاصة ببني نبهان وتوزيعها على من كان يستحقها في تلك الفترة. طيب أستاذ محمد، مع الصراعات اللي شهدتها نزوة وعمان في تلك الفترة بين النباهين وبين الفرس وبين القبائل العمانية، مع كل ذلك شهدت عمان أيضا أمطار غزيرة في تلك الفترة وخصوصا نزوة، ما التأثيرات التي أحدثتها هذه الأمطار؟ طبعا احنا كنا نتكلم خلال الفترة الماضية عن الصراعات والعوامل البشرية الخاصة بتدهور الأوضاع في دولة بني نبهان، لكن أيضا هناك بعض الأحداث التي ترتبط بالطبيعة والعوامل التي تترتب عليها، لأنه واحد من أهم الأحداث المتعلقة بهذا الجانب في عهد دولة بني نبهان على أنه في عام 897 للهجرة تحديدا هطلت على عمان أمطار غزيرة جدا يقال بأنه لم يروا لها مثيل حسب الأشياء المتوفرة في تلك الفترة، وظلت 5 أيام وطبعا سالت على أثرها الكثير من الأودية. هذه الأشياء ترتب عليها خسائر اقتصادية بالنسبة للدولة، وطبعا هي من الأساس يعني الأوضاع الاقتصادية فيها متدهورة لأن هذه السيول أو هذه الأودية جرفت عدد كبير من الناس، خسائر بشرية، أتلفت المنازل أيضا المزروعات، يقال أكثر من 200 بيت الذي تم جرفه أو تدميره، وكذلك 1000 نخلة فقط هذا في نزوة غير عن المدن الأخرى.
طبعا هذا الحدث اللي وقع مثل ما ذكرت سنة 897، قبله بميتين أو أكثر من 200 سنة كان حدث العكس أيضا في عهد بني نبهان. تعرضت عمان في تلك الفترة لجفاف وقحط شديد، وطبعا هذا الجفاف وهذا القحط أيضا أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وأثر عليها، لأنه تسبب في غلاء الأسعار بسبب قلة الأمطار والجفاف، واللي كان زاد الطين بلة مثل ما نقول في تلك الفترة هو ما قام به فخر الدين أحمد بن الداية اللي هو حاكم الفرس الذي غزا عمان، من تدمير لبعض الأفلاج وبعض القرى في نزوة وغيرها من المدن العمانية. نعم. إذن دعنا الآن ننتقل من الوضع السياسي وليس بعيدا عنه، ولكن عن العلماء والعلم والعلماء في مدينة نزوة إبان حكم بني نبهان. من العلماء الذين برزوا في هذه المدينة؟ المجالات العلمية الأكثر بروزا في ذلك العهد؟ ودعني أيضا أسأل سؤالا عاما عن العلاقة بين العلماء وحكام بني نبهان. طبعا مثل ما ذكرت في البداية في الحديث عن دولة بني نبهان، يعني على أنه رغم الأوضاع المتدهورة في عمان في عهده إلا أن هناك كان كثير من الإيجابيات أو الأمور المرتبطة بهذه الدولة، ومن ضمن هذه الأمور الإيجابية على أنه سلطة بني نبهان حظيت خاصة خلال القرن الخامس عشر للميلاد بوجود نخبة من أبرز العلماء في ذلك الوقت الذين تواجدوا في نزوة وغيرها من المدن العمانية التي كانت تخضع لسيطرة بني نبهان. لعل في مقدمة هؤلاء العلماء أحمد بن مفرد بن أحمد وابنه ورد بن أحمد اللي صار مفتي عمان وظل كذلك حتى وفاته، وأيضا صالح بن وضاح ومداد بن محمد وابنه عبد الله وسليمان بن أحمد وصالح بن عمر، وعندنا محمد بن سليمان وموسى بن محمد وأبو الحسن بن عبد السلام ومحمد بن علي. هؤلاء ربما أبرز العلماء الذين برزوا في عهد بني نبهان. طبعا أيضا من الأمور الأخرى اللي يجب التوقف فيها فيما يتعلق بالحركة العلمية لدولة بني نبهان هو ما حدث في عهد الملك المظفر بن سليمان، حيث كان يعتبر من أبرز ملوك بني نبهان من حيث تقريبه وتشجيع للعلماء، وكان يحظى باهتمام العلماء وأيضا باحترامهم لدرجة على أنه وصفه بعض المشايخ أو العلماء بأنهم من ثقات المسلمين، واللي مثل ما ذكرت كان يعتبر من أفضل الحكام في عهد دولة بني نبهان من حيث رعاية الحركة العلمية وتقريبه للعلماء في عهده. جميل. أحمد بن ماجد ظهر في دولة بني نبهان؟ طبعا أحمد بن ماجد يقال على أنه ظهر في نهاية دولة بني نبهان خلال القرن الخامس عشر للميلاد، ظهر الملاح العماني أحمد بن ماجد الغني عن التعريف أو المشهور في الملاحة البحرية، والذي مثل ما ذكرت ظهر في أواخر دولة بني نبهان. نعم. جميل. أشرنا إلى زيارة ابن بطوطة إلى عمان ولقاء بالملك النبهاني أبي محمد نبهان بن كهلان في عاصمته نزوة، ووصف أيضا لعمان ولحاكمها وصفا طيبا. نتحدث عن زيارة ابن بطوطة لنزوة وانطباعه أيضا عنها. من الأشياء الجميلة في عهد بني نبهان أن يصل إلى عمان الرحالة العربي المشهور اللي هو ابن بطوطة، وهو أيضا من الرحالة الأغنياء عن التعريف. زار عمان في عهد بني نبهان وكان يحكمها في تلك الفترة الملك النبهاني أبي محمد نبهان بن كهلان، طبعا اللي كان متواجد في عاصمته النزوة، وقام بذكر الكثير من الأوصاف المتعلقة بالمدينة وأيضا بالحاكم، يعني ذكر بصفات إيجابية على غير المعتاد، يعني هناك الكثير من ملوك بني نبهان لم يحظوا بهذه الصفات، لكنه لما جاء ابن بطوطة إلى عمان والتقى بهذا الحاكم ذكره بالكثير من الصفات الإيجابية المتعلقة بحسن الأخلاق بالتواضع وكذلك بالكرم، وأيضا على أنه يجلس خارج الدار بهدف استقبال الزوار وليس بينه وبين الرعية أي حاجب أو أي ستار آخر.
طبعا بعض المؤرخين لم يعجبهم هذا الوصف. لم يعجبهم لأنه مثل ما ذكرت يعني يعني مدح بني اللي هو ابن بطوطة للحاكم النبهاني على غير المعتاد بالنسبة للملوك السابقين الذين وصف معظمهم بالجبروت. أو ربما يعني يكون ابن بطوطة يعني ضيف وعابر فربما لم تبدو الصورة طبعا لأنه حقيقية أمامه بالفعل. ربما يكون أكرمه يعني بالفعل هذه واحد من الأسباب لأنه مثل ما هو معروف على أنه ابن بطوطة لما جاء إلى عمان فترة زمنية مؤقتة فربما الأوضاع والأشياء اللي عايشها خلال الأيام اللي قضاها في عمان كانت ربما إيجابية بالنسبة له لذلك ذكرها بانطباع جيد. نعم نعود الآن إلى سليمان النبهاني ودعني أسألك عن قصة خروج هذا الملك من نزوة إلى شرق أفريقيا وحكم النباهنة لجزيرة بتة وأنت وعدت المستمعين بالعودة إليها. يعني قبل ما أتطرق إلى علاقة عمان بشرق أفريقيا في عهد بني نبهان لا بد أن أذكر بعض الأشياء المرتبطة بهذه العلاقة بشكل عام وحتى وإن كانت موجزة. طبعا علاقة عمان بشرق أفريقيا علاقة قديمة يقال على أنها استمرت 1000 سنة. بعض المؤرخين يرجع علاقة عمان بهذه المنطقة عندما جاءت جيوش الحجاج بن يوسف الثقفي القائد الأموي إلى عمان وكان يحكمها في تلك الفترة سليمان وسعيد بن عباد بن عبد بن الجلندة الذين عندما رأوا بأنه لا قبل لهم بمواجهة جيوش الحجاج آثروا الخروج من عمان والتوجه إلى منطقة شرق أفريقيا ليقال على أن هذه بداية علاقة عمان بهذه المنطقة وإن كان بعض المؤرخين يرجعون إلى أن علاقة عمان بشرق أفريقيا هي تعود قبل خروج سعيد وسليمان. لماذا؟ لأنه لا يعقل لحكام منطقة أن يلجوا إلى منطقة أخرى ما لم تجمعهم علاقات مسبقة بها من قبل. نعم. النقطة الخاصة بعلاقة بني نبهان بشرق أفريقيا هي أيضا واحدة من الأشياء الجميلة والإيجابية لهذه الدولة وتعود لعلاقة عمان بهذه المنطقة في عهد الملك النبهاني سليمان بن مظفر سليمان بن سليمان بن مظفر عندما خرج في نهاية القرن السابع إلى منطقة شرق أفريقيا وهناك يقال بأنه تزوج من ابنة ملك جزيرة تسمى بتة أو بات وكان يحكم في تلك الجزيرة اللي هو الملك إسحاق وعندما توفي هذا الملك آل الحكم إلى ابنته بحكم الوراثة لكن ابنته أو زوجة سليمان تنازلت له عن الحكم وآلت أمور المملكة إلى الملك النبهاني. طبعا هذه المملكة كان لها دور كبير جدا في رعاية الحضارة والعلم والثقافة وأيضا نشر الإسلام بين كثير من الأفارقة وأيضا أقامت علاقات قوية مع سكان المنطقة سواء في الساحل أم في الداخل نتيجة الأعمال التي قام بها الملك النبهاني وهذا مثل ما ذكرت يحسب لصالح هذه الدولة على أنهم تمكنوا من نشر الإسلام والعلم والحضارة في مناطق خارج عمان وتحديدا في شرق أفريقيا. الحديث معك شيق وممتع وبه كشف عن كثير من الأحداث التاريخية الأستاذ محمد بن حمد الشعيلي الباحث في التاريخ العماني والأكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة. بقى لنا أن نشكرك على هذه الإضاءة الجميلة حول تاريخ نزوة في عهد حكم بني نبهان. وقت الحلقة انتهى ولم يتبقى لنا وقت. شكرا أستاذة نايلة وشكرا أستاذ سليمان والشكر موصول لجميع المستمعين على هذا البرنامج وتمنياتي لكم بالتوفيق لإظهار تاريخ عمان بصفة عامة ومدينة نزوة بصفة خاصة. شكرا جزيلا لك.